الذي يلي ذلك في الصحة يعني أقل، هي ما بين أن يدخل الخطيب فيجلس على المنبر، يعني من حين ما يجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا للدارقطني الذي قال إنه موقوف، فإن هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا أولا. الأمر الثاني أن البيهقي رحمه الله نقل عن مسلم أنه قال هو أصح حديث في هذا الباب وأجوده، وكذلك قال البيهقي وكذلك قال القرطبي، فدل هذا على أن هذا الحديث صحيح مرفوع وليس موقوفا على أبي موسى الأشعري، وذلك لأن مخرمة لو قيل إنه لم يسمع عن أبيه بكير ابن عبد الله الأشج فإن في ذلك اختلافا، فإن هناك من قال إنه سمع من أبيه كما في تهذيب التهذيب، وهذا يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في صحيحه على أنه مرفوع، ولو قال الدارقطني رحمه الله ما قال. ولذلك قال النووي رحمه الله، وهذه قاعدة ضعيفة عند كثير من المحدثين، إذا تعارض الوقف والرفع أو الإرسال والوصل قدموا الإرسال والوقف، والصحيح ما عليه الأصوليون والفقهاء والبخاري ومسلم وما عليه محقق أهل الحديث من أنه إذا تعارض رفع ووقف أو وصل أو إرسال قدم الوصل والرفع لأن معه زيادة علم. ثم لو تنزلا من أن مخرمة رحمه الله سمع من أبيه وجاده، يعني وجد كتبا لأبيه ولم يسمع من أبيه، فإن الحكم بالوجادة في إثبات الحديث فيها نزاع، والصحيح كما قال النووي أنها تجوز إذا حدث بذلك الثقة. وأما كون بكير مدني وأن هناك من الكوفيين من رواه وهم جماعة رووه عن أبي بردة وهم أعلم بحاله، فهذا كما أسلفنا لا يتعارض. خلاصة القول أن هذا الحديث، وذكرت ذلك وللحديث أيضا كلام كثير في إثباته هذا الحديث، وللأسف لم يعط حقه ممن أعلمه من أناس ومن علماء هم يحققون وحريصون على تحقيق الحديث كالألباني وغيره، لم يعطوه حقه في البحث والتمعن، ولذلك إن صح التعبير فإن هذا الحديث ظلم من بعض هؤلاء العلماء. إذن